وزي ما قلت لكم خليكم معانا علشان الجديد شديد. أسرة الفنان حسن أبو السعود ترد على تنمر شيرين عليه إن كانت هي قمر وست البنات قبل ما تتجوز حسام، وبعد ما اتجوزته قلبت على حسن أبو السعود. رد لأسرة حسن أبو السعود قال لك هنقول إيه في ناكر الجميل اللي كان عيش وملح مع الراجل القيمة والقامة ده، هنقول إيه في واحدة بتغلط في واحد ميت؟ ده يا جماعة دي إساءة أكثر انحدارا من أي شيء، وما نقدرش نعاتب على واحدة زي دي ولا نتكلم عليها، والله يصلح لها الحال، بس ليها جزاء عندنا ومش هنسيبه.